ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة وصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، تكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحلى أخوات وأجمل مشاهدين وأحلى مشاهدين في الدنيا كلها، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم ملاحظين كده، ما بقولكوش اللي ما اشتركش يا جماعة يشترك، عشان عشان اللي ما كانش هيشترك من نفسه هيفوته كتير، فاللي عايز يشترك يشترك واللي مش عايز يشترك ما يشتركش. هتشتركوا هتنوروني، مش هتشتركوا انتوا الخسرانين على طول كده. النهارده هنعمل مع بعض شويه كريم تفتيح، حاجه كده ما حصلتش على اليوتيوب كله، اقوى كريم تفتيح. عارفه الكريم اللي هو بره بيتباع ب 700 و800 و1000 وحاجات كده، اللي بيتباع في اغلى مراكز البيوتي سنتر، حاجه ملهاش فعلا حل. يعني انت حتى لما تشوفي المكونات دلوقتي، اقوى كريم للترطيب للتفتيح لكل حاجه، للهالات للتصبغات، يعني اللي هو الكريم الكامل، اللي هو مش لحاجه معينه تفتيح بس ولا تصبغات بس ولا ترطيب بس، اللي هو كريم كده القنبله، اللي هو كريم تفتيح القنبله. كنت وعدت بيه نونه حبيبتي، لو انت بتتفرجي علينا دلوقتي كنت طلبتيه مني، فانا عاملاه عشان خاطر عيونك. اول حاجه عاوزه علبه فاضيه او بطرمان فاضي زي ما انت شايفه كده، عشان احط المكونات بتاعتي. تمام، اول مكون معانا النهارده حبيبه قلبي، انا عاوزه منك اي نوع كريم للبشره، ارخص نوع موجود في عندك في المنطقه. تمام، المفروض عشان تشتغلي في الوصفه دي صح بتعملي حاجه اسمها قاعده كريم. عشان اقول لك تعملي قاعده الكريم ده فيلم هندي، بقول لك روحي العتبه مش عارفه هاتي ايه على ايه ونحط ونعمل، وتروحي مشوار اصلا ب 30 راجع و30 رايح وتجيبي المكونات، فده اسمه هبدي يعني. فاحنا ناس بسيطه كده بلدي، وبنقول لك بالمكونات اللي موجوده في منطقتك هنعمل احلى كريم، بدل ما نعمل قاعده الكريم ونكلف نفسنا اصلا اغلى من ثمن الكريم اللي احنا هنعمله. لا، بحاجات بسيطه، ده كده مثلا نوع كريم ده رخيص جدا. تمام، ده جبته عشان اشتغل بيه. هتلاقي برضو عندك في المنطقه عند اي محل بتاع مستحضرات تجميل، اي محل عطاره، اي حاجه جنبك تكون شكلها شيك كده، قولي له عايزه علبه كريم للبشره. تمام، انا هاخد الكريم دوت هفتحه، هاخد منه معلقتين. العلبه الكريم الرخيصه دي اقسم بالله هحولها لك احسن 100 كريم اللي بيتباع بره ب 600 و700 جنيه. هاخد منه كده شوية، يبقى ده كده قاعدة الكريم اللي انا هشتغل بيها. وحاولي تجيبي كريم برضو علبة كده، مش هتخسرك اي حاجة، علشان احنا الايام الجاية دي هنعمل وصفات جامدة موت. تمام، وهنحتاج فيها برضو قاعدة الكريم، فانت لو جبتي علبة زي اللي معايا دي رخيصة جدا، وفي نفس الوقت ايه هنشتغل بيها حاجات حلوة في الفترة اللي جاية. يبقى انا كده خدت قاعدة الكريم او الكريم اللي انا هشتغل بيه اللي رشا قالت لنا اي نوع كريم رخيص في منطقتنا. اول مكون معانا النهاردة يا حبايب قلبي، وهو زيت الورد. عملنا لكم صابونة البرتقان، وقلنا في صابونة البرتقان، مش عارفة الصراحة ده اللي هينزل الاول ولا صابونة البرتقان، قلنا في صابونة البرتقان ان من اقوى زيوت التفتيح على المجرة هو زيت الورد. زيت الورد ضروري لو انت عندك اسمرار تحت الابط او اسمرار بين الفخدين او في وشك او في اي حتة، يكون عندك ازازة من زيت الورد. تمام، فانا هاخد هنا حاجة بسيطة خالص كده زي نقط كده، اللي هو ايه كده بالظبط كده، نقط بسيطة من زيت الورد، هقلب في الاخر عشان ايه ما ضيعش وقتكم. طيب، تاني مكون معانا النهارده يا روح قلبي فيتامين ه او فيتامين اي، قشطه، او الكبسولات اللي بتتباع رخيصه دي في محلات التجميل او محلات المكياج كده او كده، لا اما اجيبها في شكل زيت زيتي زي ديت، لا اما اجيبها زي دي في شكل كريمي، لما اجي افتحها هتديني شكل كريمي زي ما انا موريها لكم دلوقتي. ثواني، بصي كده يا روح قلبي اهو، شايفه نزل معايا اهو زي الايه زي الكريم ده، بقى كده قمر في الايه في التفتيح وفي غذاء البشره، فيتامين ايه يعني، قمر للبشره الصراحه.
مضاد اكسده، في كل حاجه حلوه للبشره. يبقى انا كده معايا فيتامين ايه، فيتامين ايه حطيته على الوصف، حطيت زيت ورد القمر في التفتيح. هتحطي ايه تاني يا رشا؟ ما ينفعش يكون عندي مشكله في البشره وعندي كلنا في حر وكلنا بنتعرض لشمس وكلنا اكيد عندنا تصبغات في البشره، كلنا اكيد عندنا هالات، ما احناش قاعدين يعني طول النهار في الاستراحه، كلنا اكيد عندنا هالات تحت العين وكلنا اكيد عندنا الحاجات دي. فما ينفعش الوصفه ما تكونش فيها يا حبايب قلبي زيت اللوز المر. زي ما قلت لك قبل كده لازم يكون في بيتك زيت لوز مر لو انت عاوزه تهتمي ببشرتك صح وتجددي خلايا البشره وحاجات كده كتير قمر. يبقى انا هاخد شويه من زيت اللوز المر. برده لو انت عندك حبوب او عندك حاجه هيساعد معاكي في الوصفه ديت، تمام. حاجه بسيطه النهارده لما نيجي نعمل، هنعمل حاجات بسيطه مش هنزود، تمام. ثانيه كده معايا، لما تيجوا تحطوا برضو زي حطوا زي ايه نقط كده، ما تكتروش عشان الكريم ما يفصلش منكم، تمام. تمام، عايزه اقول لك حاجه دلوقتي في الوصفه بتاعت النهارده دي، لو انت في مكون او مكونين وقعوا منك ما عرفتيش تجيبيهم مش مشكله، الباقي قمر والباقي هيكفي. عشان مثلا ما تجيش تقولي ايه يا رشا مثلا هنحط 5 6 مكونات في الوصفه، لو انت وقع منك، لو انت عندك المكونات دي كلها في البيت قشطه جدا حطيها، او لو انت مشاكل وشك كتيره قوي بقع وحبوب وهالات ومش عارفه ايه هاتي المكونات دي كامله. اما انت لو بشرتك بشره عاديه خالص فممكن ايه تستغني عن مكون او اتنين لو انت صعب ان انت تجيبيهم، تمام. تمام، برده الزيوت الحلوه اللي انا ممكن استخدمها زيت الجاجوبا، لان زيت الجاجوبا من الزيوت الحلوه اللي هي ايه حلوه جدا للبشره، تمام. تمام، فانا دلوقتي هحط، ثواني هسكت القرده بتاعتي واجي لكم. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، معلش لوجي بنتي بقت تغير من جودي اللي هو بتحب تطلع تمسي عليكم. بص يا حبايب قلبي، قلت لك بزيت الجاجوبا، زيت الجاجوبا ممكن تحطيه برده للبشره حلو جدا، زي ما قلت لك من ضمن الزيوت المهمه، لان يعني اكتر زيت بيشبه الزيوت اللي بتفرزها البشره هو زيت الجاجوبا، وبيجدد الخلايا وبرده مضاد للاكسده. هنحط برده منه كده زي في شكل نقط بسيطه جدا، ما تكتريش زيت يا غاليه علشان خاطر ما يفصلش منك يا روح قلبي. حلو كده، قشطه قشطه. ايه بقى المعجزه اللي معانا النهارده يا رشا؟ معانا الكولاجين يا روح قلبي. لو كنت افتكرت السيرم اللي انا عملته قبل كده للشعر اللي هو كان السيرم القنبله ده اللي هو ما كانش ليه حل، تمام، ساعتها قلت لكم هتلاقي ازايز الكولاجين دي موجوده عند اي محل بتاع، اللهم صل على سيدنا محمد، بتاع ادوات تجميل، اي محل ادوات تجميل قلت لك اسالي على عبوات الكولاجين دي رخيصه جدا 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 جدا. لو ما لقيتيش هتلاقي في الصيدليات، بتبقى في امبول كده شبه امبول الحقن، عارفه امبول بتبقى حاجه شبه كده يعني، بس مش هي دي حقنه يعني، هو بيبقى في حاجه ازاز زي دي كده، تمام. طيب، فانت يا اما تجيبيه في الشكل ده او تجيبيه في الشكل اللي انا موريهولك دوت. هاخد منه، هسحب منه، بص كده يروح قلبي بسرنجه عشان بقى مش هعرف افتحه، فانت هتسحبي منه من هنا كده بسرنجه. بص بقى كده برضو خدت منه اهو زي ما انت شايفه جوه الحقنه، وهاخد الشويه دول، دول يا روح قلبي بقى اللي فيهم الشفاء ما بعده شفاء. يعني دول اللي بصي اللي فيهم الايه الخلاصه، اي مشكله ببشره، اي مشكله ببشرتك دي هتحلها لك. بليز برضو لو انت عندك مشكله ببشرتك او مشاكل في بشرتك من هالات من اثار حبوب او اسمرار او او او، هاتيلك ازازه زي دي مش هتغرمك اي حاجه، كلنا عارفين الكولاجين للبشره رهيب، تمام. فحاجات كلها مكونات بسيطه، اقسم بالله ان الكريم اللي انا بعمله لك النهارده ده افضل 1000 مره من اللي بيتباع بره ب 600 و700، تمام كده. تمام، طب ايه المكون اللي معانا تاني يا رشا النهارده والاخير، اللي هو حاجه برضو رهيبه جدا 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 لترطيب البشره، تمام، ورخيصه جدا وقمر جدا وبزبده الشيا جدا، اكيد كده انتوا عرفتوها. ده برضو ضروري جدا لو انت عندك منه حطي. انا قبل كده عملت لكم حلقه اتكلمت لك عن فوائده للشعر، وعملت لك حلقه اتكلمت لك عن فوائده للبشره، بس بنحط عليه حاجات معينه للبشره وبنحط عليه حاجات معينه لو احنا هنحطه على الشعر، تمام. معايا روح قلب النهارده اللي هو كريم بانسنول بزبده الشيا، ده كله على بعضه مش عارفه في الصيدليه ب 10 او 12 جنيه بحاجه هبله جدا، وبزبده الشيا واليوريا وحاجات كده قمر، تمام. هاخد منه هنا على الخليط بتاعي ده كده شويه صغيرين خالص، هيديني ترطيب مفيش بعد كده ترطيب، وبزبده الشيا حاجه منتهى القمر. الوصفه النهارده كلها حاجات تفتيح قمر،
لو انت يا نور عيني وقعت منك زي ما قلت لك تاني، وقعت منك واحده ولا اتنين، سي مثلا انا والله يا رشا مش عارفه اجيب انابيب الايكولوجين ديت خالص، مش لاقيها في منطقتي، ما تجيبيش يا روح قلبي خلاص مش مهم. طب انا مش عارفه اجيب مثلا، ما عندي في البيت زيت اللوز بس ما عنديش جوجوبه، خلاص مش مهم. يعني لو وقع منك مكون او مكونين من الوصفه ديت مش مهم يا قلبي، ما توقفيش، استمري وامشي خالص. تمام. طيب لو انا والله يا رشا مش عارفه الاقي اي نوع كريم رخيص في منطقتي، ممكن تشتغلي في فازلين. اشتغلي في فازلين، الفازلين طريقته عندي على القناه وطريقته في قناه وصفه وتركيبه اسهل مما يكون. بص بقى كده يروح قلب شكله، والله العظيم بقول لك شويه كريم سحر سحر ما حصلوش تاني على اليوتيوب الصراحه. بص شكله، ممكن تشتغلي في فازلين زي ما قلت لك، بس الصراحه انا كراشه بحب وبشجع ان انا لما اجي اشتغل بكريم بالذات للبشره، عشان بيبقى خفيف كده وملمسه خفيف، وزي ما قلت لك ارخص كريم عند بتاع المنظفات او عند محل التجميل. يعني بص كده بقول لك ترطيب ما فيش بعده ترطيب تاني، هيلمع لك بشرتك، هينضفها لك، هيعمل لك بصي حاجات كده قمر يعني جميل جدا. لازم كلنا يا جماعه نجرب الكريم دوت. اتمنى الوصفه تكون نالت رضاكم، اتمنى كلكم تجربوه. الكريمه اهو يا نونه، مش هتلاقي حد يعمل لك تاني على اليوتيوب كريم بالقمر دوت. انتظروني بباقي وصفاتي، وانتظروني في وانتظروني برده في قناه وصفه وتركيبها، هنزل لكم هناك شويه وصفات كويسه. اللي ما اشتركش هناك اشترك، واللي ما اشتركش عندي ينورني يا جماعه. اختموا الحلقه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.